حزم تاريخي بالتأهل ثم النهائي بطولة آسيا للمرة الأولى. يأتي ذلك عندما يواجه منتخب هونغ كونغ في آخر جولات المجموعة الثالثة. تفاصيل أوفى في تقرير صفوان أبو شنب. ليس الجهد البدني وحده المطلوب، فالتركيز الذهني للاعبين سيكون عاملا هاما في استغلال الفرص عندما يواجه المنتخب الفلسطيني منتخب هونغ كونغ في آخر جولات دوري المجموعات. مهمة صعبة بكل تأكيد لعدة أسباب كما يرى المدرب مكرم دبوبة، لكنها ممكنة بالنظر إلى المستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراة أمام المنتخب الإماراتي والتي انتهت بالتعادل في الجولة الماضية. مباراة صعبة، مباراة أعصاب، يعني مباراة مصيرية للمنتخب فلسطين وكل فلسطين. أعتقد اللاعبين جاهزين، أعتقد إذا لعبنا بنفس المستوى والأداء اللي قدمناه من منتخب الإماراتي في الشوط الثاني يعني قادرين نفوز ونفرح شعبنا ونحقق التأهل إن شاء الله. إدخال شيء من السرور في قلوب الفلسطينيين المكلومين هناك في غزة والضفة الغربية ليس بالأمر الهين، لكن اللاعبين مصرون على تقديم أي شيء يمكنه أن ينسيهم معاناتهم ولو للحظات. طبعا المباراة ما راح تكون سهلة، مباراة راح تحمل كثير من الرسائل القوية للمنتخب الفلسطيني. أمامنا حظوظ كبيرة للتأهل كمركز ثاني أو كأفضل ثالث، الجميع جاهز على أنه نحقق نتيجة إيجابية. راح نلعب على حظوظنا القائمة، راح نقاتل لآخر دقيقة في المباراة، وإن شاء الله راح نحقق الإنجاز التاريخي لفلسطين اللي هو التأهل لأول مرة في كأس آسيا. الفوز على هونغ كونغ سيعزز من حظوظ المنتخب الفلسطيني بالمرور إلى دوري ثمن النهائي وتحقيق إنجاز سيكون الأول له في تاريخ مشاركته في بطولة كأس آسيا. صفار مشرب بي إن سبورتس، الدوحة. قال النرويجي يورن أندرسون مدرب منتخب هونغ كونغ إن المباراة المصيرية والحاسمة أمام فلسطين تعني الكثير له وللاعبين. أندرسون أشار إلى أن اللاعبين مطالبون بتخطي مباراتهم الأخيرة بنجاح وأن يكونوا السباقين في الضغط على المنافس. بعد المباراتين اللتين لعبناهما نستطيع أن نقول إننا لعبنا بشكل جيد، راضون عن مستوانا، لكن نحن غير راضين بالنتيجة الصفرية التي تحصلنا عليها بالتأكيد، وسنبقي أملنا في التأهل باق حتى اللحظات الأخيرة. أما بالنسبة للمباراة أمام فلسطين سيكون منصبا نحو التقدم بشكل أفضل وخلق المزيد من الفرص واستغلال المساحات الفارغة. يجب أن لا ننتظر ما الذي سيفعله الفريق الآخر لكي نتصرف على إثره كما فعلنا أمام إيران، الأمر الذي كلفنا كثيرا، لكن علينا أن نبدأ بالضغط وأن نجبر الطرف المقابل بأن يلعب وفقا لخطتنا لا العكس، ويجب أن نقود المباراة بذكاء وثبات انفعالي. قال